امبارح واليوم في حنافيا جديدة عم تسبح الله بيناتنا، كانت عم تسبح بصمت هلا بطريقة مسموعة. هن جرت الأطفال وينه خليه يجوا لهون يا ريما شوي، قربوا لهون. حسنا شايفين أولادنا أولادكم، قال ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم لي الله. خطيئة الإنسان آدم وحواء قايين بعد ما قتل خيله هابيل، صوت الرب لإله قال له أين أخوك؟ وين خيك؟ قال له شو أنا حارس لخيي؟ هاي جو الخطيئة. صوت الرب لإلي كلياتنا، وين ربنا؟ وين ولادك؟ شو عملت لهم؟ قديش ما حلو يقدر الإنسان يوقف رافع صوته هيك ورافع راسه وعم يقول له ها أنا ذا يا رب والأولاد بعطيتني إياهم، مثل ما قالت العطرة ها أنا ذا يا رب ليأكلني بحسب قولك، مثل ما قال الطفل صموئيل بالعهد القديم وقت ندرب صموئيل صموئيل قال له ها انا يا رب انا اسمع. قديش ما حلو الانسان يوقف امام الرب ويقول له ها انا يا رب. اهم مسؤوليه يوم الدينونه ربنا ما عم يقول لي شو الشهاده اللي اخذتها، وكان لغة بتحكي وكان عمارة عمرت وكان لقينا مع بالبنك وشو اكلت وشو شربت. بقول لك اعطيتك امانه على صورتي ومثالي، هن الي واعطيتهم لك، اولادك هن الي، ماذا فعلت بهم؟ هنيك الجواب الحسن امام الرب. ها انا ذا يا رب. نعم نشكر الله. عائلاتنا مؤمنة ولكن أيضا مؤمنة، اسمحوا لي أقول هالكلمة، لأن أحيانا بيضغط الواحد على أولاده ليتعلم بيانو، بيضغط عليه ليتعلم فرنسي وإنجلش. ليش ما بتقدر تضغط عليه ليتعلم التسليم الإلهي من حنجرته؟ ليكم أحلامهم كل الصلاة حافظين هن واقفين. الطفل الولد إذا من بداية حياته تمرس في هذا الشيء تقوم كل حياته، حتى ولو انحرف وراح وإجا يبقى في عنده ثقة روحية. نعم هالأفراح هالحناجر الحلوة اللي أدوها بطريقة رائعة موسيقية، مع انه ما بتقدر تضربه وفي اعداد غيره، وانا بشكرهم بشكر اهاليهم ونتمنى كل الاهالي يواجهوا اولادهم وشبابنا وصبايانا. ليش ما بنخجل نغني لاي مطرب اللي كان؟ وما بيخجل الاهالي يشاركوا باي كورال اللي كان واي حفله اللي كانت. حسنا ما بنضل، ليش نحن بنخجل نقف ونسبح اسم الرب في افواهنا وحناجرنا؟ وقت الانسان الولد يوقف ساعة كاملة واقف على رجليه وعم يصلي، شو عم يقرا وشو بده هو يقري من اقوال مفيدة الهية؟ هاي اهم شهادة تربية بيحصل عليها الولد. وقتها بتقدر تطلب، وقتها بيتعلم بيسمع كلمتك لأن التلاتين والصلوات هيك بتعلم. وقتها بتقدر تمون على ابنك، هلا معظم الأهالي ما حدا بيمون على أولادهم حتى الرضا. نعم يا أحبائي هي الحقيقة، لأن أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني.
بصالون كل الصالون بيتعطل. قديش ما حلو وقت الواحد بحط بقلبه بفكره بلسانه تصاريح الله كله يتقدس. ما عم نقدر على اولادنا طبيعي لانه نعلمهم كل شيء الا تسامح الا التمتي. قديش ما حلو نقف هالوقفه نحن معشر الله معشر المؤمنين ويكون هيك راسي مرفوع وقول ها انا ذا يا رب والاولاد بعطيتني اياهم. بيقول الكتاب المقدس خير الا يكون لك اولاد من ان يكون لك اولاد اشرار. ما بتقدر عليهم يلعنون. ولهيك اذا عندك اولاد عم يسبحوا ممتلئين بالنعمه قديش ما بمن قديش ما مسؤوليه. هذا السؤال هي معنى كرامه المهر. شو معناتها انا ذا؟ بيوم بدي اقول لي فلان انت انت وين الامانه اللي بين ايدك؟ يا بقول له ها انا ذا يا رب او الجواب نعرف الشيء المغزي. صح كل انسان مسؤول عن حاله بس يكبر ولكن هلا الطفل عجينه بايدنا هو عجينه هلا بعدين ما بتقدروا اذا عجنتون منيح الخميره بتكون كويسه الخبزه بتطلع كويسه واذا انعجنتم شيء ثاني بكم بودر ثاني بينتفخوا بانتفاخ العالم. كل شيء مفيد بهالدنيا اذا كان مملح بملح الرب وكل شيء مهما كان عظيم من الخيرات يصبر اذا ما في ملح من الرب نعمه الرب مهما كان الانسان عظيم. شو بدي اجاوب بهذيك اللحظه؟ لحظه الحق. هيدي رساله الام ورساله البي. اول لحظه شو الكتاب؟ ما انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب اعطاني لي الرب اني لاله ابنك ما لك. اي لحظه ابنك بياخذ منك ربنا بيطلب روحه باي لحظه عمره سنه عمره 10 سنين عمره 20 ابنك ما لك هو امانه بايدك. بنتك ما لك هذه لازم هالقاعده نعرفها. انت كصوره الله اما بتكون اب وام بتربيهم بحسب وصايا الله وكرمياتك او ما بيكون وقت ما بيسمع ابنك لا تحاسب بس عليك انت من طفولته تشجعه. انا ممنون كثير فرحان كثير انه امبارح واليوم انه هالحلوين الله يحميهم سمعونا هالتسابيح ودعوه للكل مشان بكره جاي الجناز. كثير حلو نسمع صوت تفاريس الجناز من كل اطفال طرطوس من كل ولادنا. شو اللي بينقص؟ شو في احلى من هيك لحن ومن هيك كلمات؟ ليش حتى ما نوقف ونسبح رب المجد وقتها فينا نهز جبال بصلواتنا والعكس كل جبال الدنيا بتغرق على قلبنا مغمة بتصير وقت ربنا ما بيبدي يدعو على شيء. ولهيك هالليلة المباركة والعظيمة المعتبرة واللي هي دعوة ورسالة للكل انه ابنك امانه بايدك والكنيسه مكان لتساعدك كيف تواجه ابنك الصغير بيتعلم كثير اكثر من الكبير وبيسمع كلمه اكثر من الكبير بكثير يعني مننا مني ومشي بيصوم وبيصلي ومستعد يوقف 3 ساعات على جهه وعم يسبح وما بيخالف اي قانون من الصلاه فقط واحد يعلمه بدل الحلوين القابلين. ولهيك برد اقول يا احبائي فرصه لنا والله ممنوع جدا من اخت ريما وكل اللي عم يتعبوا صحيح جرت الشباب والصبايا اللي غنى عنهم بكل الكنايس مارك ياس اليوم كنا امبارح مار دانيال قال حناجر انا ممنوع جدا عم يخدموا شعب الله وعم يسمعونا هالالحان والتراتيل الحلوه ولكن شو بيمنعكم كل اولادنا هون؟ كله شو اللي بيمنع؟
الكنيسة كده اتمجد اسم الله. وفي من يعلمه من يرتين. ليش لا ارفع راسي وقت بدي غني لأدري مين من المطربين؟ بس وقت الكنيسة بدي اهرب؟ اهرب، ما حدا قادر يجيبك بالاجباري. ولكن في صوت بدل تجاوبه، بدل تجاوب على السؤال، شئت ام ابيت؟ صغير كنت ام كبير؟ ماذا فعلت؟ يا مثل له ها انا زلمت ما قالت العظمى. او تدبر حالك، اننا متحيرون عن اي جواب. لهيك يا احبائي شكرا كثير، وان شاء الله اولادنا وشجعوها يجوا يدربوا يسمعوا هالشيء، وقت بينتقلوا بيعرفوا يخطوا، بيعرفوا يسبحوا، بيعرفوا يصلوا، ما بقى تخاف عليها من طوفان العالم. مهما كانت موجه عافيه وقاسيه، في مين يحميهم؟ تعلم من صغره كيف يرفع صوته وينادي يا الله. لما ما رفع صوته ما بيعرف ينادي لمين. وقت اللي بتجي الطوفه لمين بده ينادي؟ بس ما تنسوا بنكون نحن هالصخره اللي عم نشدوها لتحت لتغرقها، لان ما علمته لمين يلتجئ. مشان هيك يا احبائي دعوه. وبعرف هيدي عامل على التدريب وعلى كل اللي عم يتعبوا في هالمجال. ولكن ايضا دعوه خدمه للرب، معلش انه يجوا اولادنا يتعلموا. في احلى من هيك؟ قلبنا بيفرح بيفرح بينبسط، عقلنا منطير من التسابيح الالهيه. وقت كل ابن صغار واكبار من افواه الاطفال هيئت تسبيحا لربنا. مناطق مناطق الله علينا من الحجاره فين يعمل من يسبح الرب؟ من الحجاره بيعمل ابن الابراهيم. ان شاء الله ما قدر علي وعليك ابدا، ولكن خلينا نساهم بمشروع الرب بنعمه الله يا احبائي حتى يتمجد من حياتنا.